انتوا بتعملوا حاجة اسمها الدعاية السوداء يعني؟ احنا قررنا نرد على اللي بيتكلم على حدود المرأة وحجاب المرأة وحياء المرأة وأمر المرأة مع الله سبحانه وتعالى. ده أنا موجود عشان المرأة حياء وحجاب وتستر، هو ده. على كم الهجوم التنمر ده؟ أنا حرة، من إيه علاقة الحرية بالألعان؟ يعني أنا عايز أعرف مين اللي عايز يعيش في منظومة أوروبا وعقدة الخواجة؟ الإسلام حطت المرأة في مرتبة عزة وجمال وكرامة ما حطهاش أي دين تاني. المرأة في الحقيقة عبارة عن إيه؟ حياء، وإذا فقدت المرأة حياءها فقدت كل شيء. مميزة حلقتنا النهاردة، ويا رب يعني الناس تفرح بيها وتبقى يعني الحلقة دي محطوطة كده لينا نبراس يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يشهد علينا وعليكم إننا اللهم بلغتكم. ليه في حاجة متغيرة وليه الدنيا متغيرة وإيه اللي ضايع يا ترى؟ أول حاجة إيه؟ أنت مين؟ تمام، أنت مين وأنت مين؟ في مجموعة كده من البشر صعب إنهم يعترفوا بالغلط، لا معارضة ومجادلة وشتايم ومش عارفة إيه، وبصوا مش عايزة أقول لكم، الناس بتجادل علشان الحجاب، ها؟ عشان احنا بنقول حجاب وتستري واعملي وكذا. لم انتوا بتكلموا في اسلام، تغفر الله، قول انت مش قادر، لكن نكبر ونجيبها في اي حاجه في الدين. احنا مهما طلعنا وعملنا وقدرنا على السماء والارض وكل الكلام ده، احنا تحت مظله انا عبد لله، انا مامور شرعا ان انا اسمع كلام اللي خلقني. وبعتالي الام، هو انا غلطانه ان انا بعود بنتي على العفه وعلى الحياء وانها تبقى بحجاب؟ ايه المشكله؟ لا 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 لا، انت بتتكلمي في بنطلون جينز ستريتش او سكيني ملبوس بلبيسه، بتتكلمي في ايه؟ هو انا لما قلت الام لا انت ما عملتيش غلط، ده هو البيئه اللي بره اللي بيئه غلط. انا حر، ما ايه علاقه الحريه بالالعان؟ يعني انا عايز اعرف ايه علاقه الحريه بالالعان؟ قامت جايه ابوها مشي من هنا، وقامت جايه قلعه من هنا. الصح الحجاب الشرعي، الصح حياء المراه. احنا عجبنا اللي انتوا بتقولوه دوت، يلا بقى تعالوا شوفوا الشواطئ فيها ايه. مين اللي عايز يعيش في منظومة أوروبا وعقدة الخواجة؟ لا، الإسلام حطت المرأة في مرتبة عزة وجمال وكرامة ما حطهاش أي دين تاني. ولما تبقي متسترة وعفيفة تقولك لا الجيبة، طب وانت لابسة جيبة صك ليه يا بنتي؟ ما تلبسي الجيبة الواسعة. المرأة في الحقيقة عبارة عن إيه؟ حياء، وإذا فقدت المرأة حياءها فقدت كل شيء. الحياء أبهى زينة للإنسان، فما بالك للمرأة. الحياء خلق بيحب الله تبارك وتعالى، الحياء خلق الإسلام. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. سبحان الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمسلمة إيه؟ يرخينا شبر، قالت له لا يتبان، شبر دي رجلها تبان بقى وتعرفي الحد يعني يبان. طب عندي مظاهر قلة الحياء؟ آه، كاسيات عاريات ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرك كذا وكذا. العري ده يا جماعة عقوبة من الله لسيدنا آدم اللي عصاه في الجنة فنزع عنهما لباسهما. شروط الحجاب اسمعوا معايا، أول حاجة استعاب جميع البدن، كل البدن متغطي إلا ما استثنى أو إلا ما ظهر منها. رقم اثنين ألا يكون زينة في نفسه. ثالث حاجة إنه ما ألا يشف ولا يصف، ما يبقاش شفاف مبين اللي تحته. إن الستر لا يتحقق إلا بالإيه؟ بثقة للأمر مش بالشفاف، يبقى الشفاف بيزيد المرأة فتنة وزينة. رابع صفة ورابع شرط ان يكون فضفاض، ما هوش ضيق. تقول لك ايش اصل الجيبه بتبين والبنطلون يبقى احسن، لا ده ضيق وده ضيق، انت بتاخدي الجيبه الواسعه بتاخدي الصك ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. خامسا الا يكون مطيبا وعليه بخور. ها؟ سادسا الا يشبه لباس الرجال. سابع حاجه الا يشبه لباس الكافرات. تعالوا شوفوا دلوقتي ملابس المحجبات عامله ازاي والترندات بتاعتها عامله ازاي. بنات المدينه كلها وبنات، يلا يا جماعه اللي عايز كذا يلا روح وخفض لنا واعمل لنا واحنا نجيب. لا بلغتي يبقى لازم تلبسي، لكن سايب بنتك بلغت وطالعه ما اعرفش بلبس ضيق عامل ازاي، ويجي التعريه فيها يقول لك ده لابس بنطلون ايه اللي لابساه؟ ده البنطلون لازق استرتش عليها كده، ده اهو ضيق. وفين الراجل اللي في قلب البيت؟ اه، ونفضل نقول كده، فين الراجل اللي يطلع بنته بالمنظر ده؟ عيب تخلوا الناس تاخد المعنى الايجابي وتعملوه سلبي، وتاخدوا سيئه كل صوره ذهنيه ترسخت في قلب حد قرا الحاجات اللي الوحشه اللي انتوا قلتوها دي. الفطره بتاعه القلوب السليمه توافق ما جاء به الله سبحانه وتعالى. ما تلبسي العبايه الواسعه وتحتيها بناطيل، ايه المشكله؟ البرنامج ده معمول لكل البيوت، الامهات والزوجات والبنات اللي طالعه. عيب الكلام ده، عيب ان احنا نقعد نتهم الناس عشان بس السمت الاسلامي هنفضل بعباياتنا
وهنفضل بخماراتنا وهنفضل بسمتنا وهنفضل نقول ده غلط والغلط غلط والصح صح. ما يجي الباطل قدام الحق ويقف ابدا، لازم الحق يزهقه. وهفضل اللي يقول هفضل اطلع كل مره اضحك كلام. قال الله ان الله يدافع عن الذين امنوا طول ما انا تحت مظله الذين امنوا. الحلقه دي شاهد عليكم اليوم الدين.